الصلاة والسلام بعثوا لأممهم عطية، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام اتبعت لنا هدية. والفرق بين العطية والهدية إن العطية للمحتاجين والهدية للمحبوبين. وحقق لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام المعنى ده في قوله: إنما أنا رحمة مهداة. صلوا عليه وسلموا تسليما. كل سنة وحضراتكم طيبين، مولد نبوي سعيد، وأيامنا كلها أعياد. والنهاردة الحقيقة الحلقة جديدة ومختلفة بديكورنا الجديد وكل حاجة جديدة، وبرحب معاكم النهاردة بزميلي. أهلا دكتور شادي. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور شادي مجدي أخصائي علاج طبيعي ومساج، والحقيقة هينضم لنا للبرنامج وهيبقى معانا كل حلقة. وشادي مش هتبخل علينا بأي معلومات تفيد الشادة المشاهدين. لا لا لا، صباح الخير، صباح السعادة عليكم. برحب بزميلتي الجميلة الرقيقة داليا غازي، وبشكرها على التقديمة الجميلة اللي قدمتني بيها دي، وبشكر الجمهور الجميل اللي بيتابعنا في كل حتة وفي كل مكان. برحب بالسادة الضيوف. أنا سعيد جدا 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 إن أنا بقدم معاك البرنامج. تستاهل أكتر من كده تقديمة. وهنرحب كالمعتاد بالشيف الجميلة غادة عادل. يا داليا كل سنة وانتو طيبين، والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة يا رب. غادة النهاردة هتكمل لنا حلويات مولد النبي الشريف. انا حجزاهم. ونرجع ليكم مع ضيوفنا الجمال، الاستاذه ساره الدقن اخصائي التخاطب اللغوي وصعوبات الكلام. اهلا يا ساره. اهلا بيكم، كل سنه وكلكم طيبين. وساره باحث ماجستير متخصص في صعوبات الطفوله. وننقل معاكم لضيفتنا الجميله الميك اب ارتست ايمي المغربي. اهلا بيكي يا ايمي. اهلا بحضرتك، تشرفنا والله. احنا تشرفنا بيكي. النيو لوك النهارده ميد باي ايمي مغربي. ميرسي يا ايمي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وشادي زميلي محضر اسئله وبيضحك عليا وكده، وعنده اسئله كتير ومخبيها مني. لا لا. هتقول ايه يا شادي؟ هو الموضوع اصلا بجملته كده موضوع مهم وموضوع حيوي، وانا بس عاوز ابدا كده مع استاذه ساره. عرفينا كده ببساطه ايه هو التاخر اللغوي. تمام. التاخر اللغوي دوت هو طفل طبيعي، لازم نتاكد ان هو طبيعي، يعني ما عندوش اي عقد، ولا هو توحد، ولا هو اعاقه ذهنيه، ولا هو داون سيندروم المنغولي، ولا هو طفل حصل له ضمور في المخ، ولا هو طفل عنده نقص اكسجين، هو طفل طبيعي تماما. طيب ايه هو التاخر اللغوي اللي بيحصل له؟ ان هو بيبقى اللغه بتاعته مش زي اقرانه. تلاقي ماما بتقول لنا ده اصحابه اللي قده في سنه في الحضانه بيتكلموا اكتر منه، بيقولوا حصيله لغويه اكتر منه، بيعبروا اكتر منه. انا ابني مش كده، اما بيتكلم بكلمه واحده، او لو عايز حاجه عشان يعبر عن احتياجاته بياخد ايد ماما يوديها للحاجه او بيشاورها، لكن لغته عمره الزمني مش ماشي مع عمره اللغوي. يعني هو سوي حركيا وسوي ذهنيا وسوي فسيولوجيا، بيبقى سوي في كل حاجه. هو الطفل طبيعي، واحنا لازم نبقى متاكدين ده من كويس اللي ماما بتروح لدكتور مخ واعصاب تتاكد ان هو ما عندوش اي حاجه من اللي قلت لحضرتك عليها. طيب بعد كده، بعد ما اتاكدنا ده، اخر حاجه بنحب نعملها نطمن شويه، نعمل مقياس سمع، ان الولد بيسمع كويس قوي، يعني سهل جدا ان اللغه تدخل له ويؤهل. فده يبقى طفل تاخر لغوي. الله. ساره حقيقه انت قلت لنا معلومات مفيده ومهمه لكل ماما، ازاي تتابع او تعرف ان ابنها اللي عنده ده مجرد تاخر لغوي. شايفه بقول لغوي اهو. ايوه. طيب عشان كنت بقولها لغوي فساره قالت لي لغوي. لغوي. اللي موجوده عند الطفل تاخر لغوي وليس تاخر عقلي او اوتيزم اللي هو التوحد او اي اعاقه ذهنيه. وساره قالت لنا احنا بنعمل ايه عشان نكتشف ان هو مجرد تاخر لغوي. طيب احنا عرفنا يعني ايه تاخر لغوي. وقبل ما انقل لإيمي عايزه اسالك سؤال عشان هيكمل اجابتنا، يا ترى ايه هي اسباب التاخر اللغوي؟ طيب قبل ما اقول الاسباب هقول حاجه بس لازم ماما تبقى عارفاها. سؤال كتير بيتسال لنا، ابني امتى بيتكلم؟ فاقول لها اللي احنا عندنا من 7 ل 8 شهور بيبدا في مرحله المناغيه والاغ اغ
طبعا بعد ماما تكون متاكده اللي هو بيبص كويس بيسمع كويس حتى عند سن 8 شهور، لو بنلعب له بالمفاتيح بتسقف جنبه بتعمل كده فهو بيبص يبقى هو كده بيسمع كويس. ويبتدي في مرحله المناغي ده عند سن 8 شهور. سن سنه المفروض اللي يكون بيقول كلمه مفرده بس مش بتبقى صريحه، يعني يقول با ما هات. من سنه لسنه ونص المفروض اللي هو هيبتدي ينفذ اوامر شويه وممكن كمان اللي هو يبقى يعني باصص لماما منتبه خلاص ابتدى يدرك الدنيا اكتر. طب دكتور ساره بصفتك مش هتبقي دكتوره المستقبليه ان شاء الله، هي المرحله دي اللي هي الجمله اللي من كلمتين؟ لا يعني احنا لسه هنوصل للجمله اللي من كلمتين اللي هي لغايه سنه ونص. طبيعي جدا ان الطفل يكون بيتكلم كلمه واحده مش كلمتين بالظبط. المفروض سنتين تبقى حصلته اللغويه 200 كلمه بيقول جمله من كلمتين. طبعا احنا ما عندناش حد كده، ما فيش طفل بيجي لنا حصلته لغويه 200، بيبقى ماكسيمم قوي 50 كلمه. قعدي معايا هجيب له 1000 كلمه ما بنخليه بقى يوصل لكده. المفروض بقى عندي 3 سنين خلاص بقى بنقول له جمله من 3 كلمات بجمله مفهومه، ماما عايزه اكل، يلا نروح عند تيتا، نبتدي نقول كلمات ماما فاهماه جدا. الله. هنرجع للاسباب. الاسباب احنا اتاكدنا خلاص اللي هو ما عندوش اسباب عضويه ومخ، دكتور مخ واعصاب هو اللي بيشخص ده. بنبتدي بقى نقعد مع ماما نقول لها احكي لنا بقى فتره الحمل كانت عامله ازاي، هل اصبتي باي مرض، جالك اضطرابات نفسيه، حمى، درجه حرارتك عليت، حصل حاجه من ديت؟ لا تمام. نخش في مرحله الولاده. هل كانت سهله ولا كانت متعسره؟ طب في استخدام غلط استخدم في غرفه العمليات، الولد وقع، الحبل السوري التف، الحاجات دي كلها. طب بعد الولاده هقول بس حاجه صغيره، بعد الولاده نتاكد ان الطفل نزل طبيعي، ما دخلش حضانه ولا جات له الصفراء اكتر من 15 يوم. الطفل لو قعد في الحضانه اكتر من 60 يوم هيتاخر في الكلام. تمام. ولو جات له الصفرة اكتر من 15 يوم برضو هيتاخر في الكلام. هنكمل كلامنا معاكي وننقل للجميله ايمي المغربي. نورتينا يا ايمي. ايمي انا هسالك سؤال كده وانا بس بعد ما تجاوبيني هتقومي تعملي لنا المعده. انت النهارده هتعملي لنا ميك اب بسيط وخفيف ينفع اي حد يحطه هو نازل الصبح او بعد الظهر. يا ترى انت بتنصحي البنات بايه عشان يعملوا ده؟ والله هو مش مستحب اصلا استعمال الميك اب عموما بالنهار، يعني ممكن نحط روتوش خفيفه، روج، كحل، ماسكارا. الله. حاجات بسيطه جدا كده مش مضره مع تفاعل الشمس بالنهار. طبعا الحقيقه يا ايمي انا لاحظت وانت بتشتغلي معايا حتى انك بتعرفي تظهري ملامح الوش، ما بتغيريش ملامح الوش. أيوة. ودي حاجه حلوه قوي، يعني انا مبسوطه بنفسي ان انا ده شكلي انا داليا. أيوة. مفيش حاجه اتغيرت عليا. فده انت بتعمليه حسب طبيعه الوش ولا انت بتكون رؤيتك ايه؟ لا هو انا دايما بشتغل حسب طبيعه الوش اللي قدامي بس. ممكن مثلا عروسه تقول لي لا انا عاوزه ابقى مختلفه. فدي بقى يعني بتاخد مجهود اكبر شويه. اني بقى طبعا بشتغل نحت على الوش وكده، ففي حاجات بصغرها، حاجات بكبرها، عدسات اوضح شويه، تغير لي ملامح العين. كده يعني. بس والله يا بنات مفيش احلى من الطبيعي. طبعا. والله شكلك اللي ربنا خلقك بيه هو اللي لايق عليكي، يعني اللي ربنا خلقك بيه ده لو كان شكلك هيبقى احلى في وضع تاني كان ربنا غير ملامحك. عشان كده بنقول ان الميك اب زي ما ايمي قالت لنا هو اظهار ملامح وشك وليس تغييرها، لان احنا ما نقدرش نغير ملامح ربنا خلقها. معاكم ايمي، اتفضلي على الموديل. اهلا بالموديل الجميله، نورتينا. عرفينا بالموديل بقى كده وانت بتشتغلي معاها يا ايمي. دي حبيبتي نوران، معايا دايما. بحبها جدا. هنبدا معاها ميك اب. هنبدا الميك اب معاكي يا ايمي تشتغلي على بال ما ارجع لساره. اوكي. وشادي لو انا سالتك سؤال هياكلني. لا 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 خالص خالص، خدي راحتك. حابب تقول لساره ايه؟ هو بس تطرقت الموضوع كده، هي كانت بتتكلم فيه ساره. طيب كل الحاجات اللي قلتيها في الاسباب وتعريف التاخر اللغوي خلتني كده عاوز بس اعرف استفسار صغير، هو امتى اقلق على الطفل بتاعي واقول امتى هو ما اتكلمش ليه؟ امتى احس ان هو عنده تاخر لغوي؟
ممكن من سنتين بنبتدي نقلق، بنقول لماما حبه ارشادات ونقول لها شهرين كمان لو بعد الارشادات ديت وانت عملتيها في البيت وهو لسه زي ما هو، لا يبقى هو كده الطفل يحتاج لحد بقى يقعد ويشخصه ويشتغل جلسات تخاطب، او ماما برده بتشتغل معاه في البيت لو يعني لو عرفت ازاي تحط للطفل برنامج بعد ما تكون حطيت ايديها على مشكلته. طبعا لو بيتكلم جمله كلمه مفرده هنعليها اللي هو تبقى جمله من كلمتين، وبيتكلم جمله من كلمتين بنبتدي نعلى معاه. طب هل وجود مثلا اشخاص محيطين بيه في المكان، اخواته، قرايبه، التلفزيون، قعدته قدام التلفزيون كتير، دي ممكن تساعده برضو على النطق ولا دي ممكن تاخره ولا ممكن تعمل له ايه؟ في جزء منها هياخره زي الموبايل والتابلت والكرتون يعني انا ما احطوش قدام الكرتون، الامهات طويلة. ما تجيبش والساعات طويله ليه؟ الكرتون والاغاني الاطفال هو قاعد عامل كده مش فاهم ده معناه ايه؟ هو بيستقبل بس، انا بديله لغه استقباليه مفيش تعبير. يا دكتور ده في اطفال بيتكلموا يعني وهيا بنا لنلتقي كل ده بنشوفه. اجل يا سيدي اجل يا سيدي طفل يعني لسه بقيمه عايز ماما طبعا، قال لي لن اعود هنا مره اخرى. ايه ده في ايه؟ تعود فين؟ بس لطير. اول ما بيتعلم اللغه العربيه طبعا وده كمان بنقول زي مش هتقعديه على الموبايل والتاب تقول لك طب انا مشغوله اعمل ايه؟ لا في انشطه كتير قوي ممكن تعمليها، والنهارده هنقول لها بعض الحاجات اللي ممكن تعملها معي. ما تحرقيش اسئلتي لو سمحت. تمام. وقبل ما ارجع لك غدا انت النهارده طبعا شايفه الاشكال والالوان اللي انت عاملاها، هناكل يعني النهارده ولا هناكل النهارده؟ لا ده احنا بناكل على طول، الاستاذ دي اول مره معانا بقى فاتته المقلوبه بقى اكتر حاجه فاتته في الحقيقه. غدا احنا طبعا هنرجع لك في فقرتك بس انت منورانا والحقيقه الحاجه شكلها يفرح. ربنا يخليكي يا دالي. ربنا يخليكي. بتعملي ايه يا ايمي دلوقتي؟ والله انا بحط يعني الوان كده فوق العين هاديه شويه عشان تبقى مناسبه للنهار، ما فيهاش حاجه لايت قوي منوره. حاجات خفيفه يعني. اهم نصيحه وانت نازله الصبح بالله عليكي بلاش الازرق والفوشيا اللي فوق العين دول. بلاش، هنحط الوان خفيفه وكل ما تكون اقرب للون بشرتك ولا ايه يا امي؟ ايوه طبعا كل ما بقت احسن. شوفي عماله اقول الكلام اللي انت قلتيه بره. طب بس هو بس استفسار كده لامي، هو فعلا في ماتيريال تكبر او تصغر حاجات في الوش او تتخن مثلا الخدود؟ طبعا بشوف بدون حاجات زي بدون كده اي اسماء كده بس هو فعلا في ده بقى بيدخل في قصه نحت الوش ده بقى اللي هي بننقل الحته بتاعت العروسه اللي هي عايزه تغير من ملامح وشها. تمام بس ده ما بيبقاش دايم اللي هو انا ما عنديش اصلا هنا خدود انا هعمل ايه؟ فببتدي بقى اشتغل على كده. الشفايف مثلا عندها ما فيش لازم هعليها شويه فبيبقى تغيير. طب بقى يعني بقى لما تشيل الميك اب وتروح البيت كده يعني الله يكون فوقه بقى هيعمل ايه والله؟ امسح مكياج صاحبتك انا اتخضيت تلاقي سيد ابن عمتك انا اتخضيت. هنسيبك تكملي يا ايمي، واول نصيحه خدناها من ايمي انك الصبح لو هتحطي حاجه فوق عينيكي تكون هاديه وخفيفه ويستحسن تكون قريبه من لون بشرتك. طيب نيجي بقى احنا النهارده متنوعين فبننقل معاكوا عشان تبقوا معانا. ساره نعم، يا ترى ايه هي بقى بعد ما عرفنا التاخر واسبابه ايه هي الارشادات اللي تقوليها لكل ماما انها تعملها علشان تساعد ابنها ان ما يكونش عنده تاخر وانها تخليه طفل ينطق طبيعي كاقرانه او كالمساويين له في العمر؟ تمام خلاص احنا اتاكدنا ان الطفل طفل متاخر لغويا فهنبتدي نشتغل معاه على حسب المشكله بتاعته. زي ما قلت لحضرتك لو بيقول كلمه مفرده هنبتدي نخليه يقول جمله من كلمتين. طيب ماما بتقول لك طب انا عايزه اشتغل معاه في البيت، اشتغل معاه ازاي؟ اول حاجه بس هنقول لها حاجات هي ما ينفعش تتعمل في الفتره ديت، الاول ما نكتشف ان الولد خلاص عنده تاخر واحنا هنشتغل خطه تاهيليه. ما ينفعش نسيبه قدام التاب والتلفزيون والاغاني فتره طويله، دي ممنوع خالص. ولو هي حابه تعملها له ممكن تعملها له كمدعم لحاجه، يعني يلا نعمل الهوم وورك او الواجب علشان هقعدك قدام الكرتون، ولما يقعد قدام الكرتون تتفاعل معي. تبقى بصت معي ايه ده بيجري ده بينط، بتتفاعل معي فبتبقى بتزود هي كمان معانا حصيلته اللغويه. يعني ما سيبش ابني قدام الكرتون وانشغل في المطبخ او بمكالمه على اساس ان هو قاعد قدام الكرتون، طالما الولد عنده تاخر
لغوي يبقى لازم حتى وهو بيتفرج على التلفزيون اكون بشارك معاه. طيب دي كده اول حاجه انها الام لازم تكون متفاعله مع. تاني حاجه لازم نخلق للولد جو تفاعل اجتماعي، لان ده اكتر حاجه بتاثر جدا في اللغه عند الطفل، اللي الطفل يبقى متفاعل. نخلي الطفل متفاعل ازاي؟ لو سنه مناسب ننزله حضانه، ونخلي الميس بتاعه الحضانه تشترك معانا، لو سمحتي انا عايزه ابني عنده مشكله لغويه واحنا بنشتغل عليها دلوقتي حضرتك ساعدينا. فتبتدي الصبح تخليه يسلم على زمايله ويقول لهم صباح الخير، ازيك، انا اسمي كذا، علشان نعمل الجو ده. او طبعا التجمعات العائليه، هنروح عند تيتا، هنروح عند في النادي مع اصحابنا. لازم برضو الطفل يعرف اللعب ويستقبل كلام، وكمان يخليه اللي هو يعبر بيه، يعني يستقبل وينتج، ده بيعملوا التفاعل الاجتماعي، فده مهم جدا اللي ماما توفره للطفل. تمام. في امهات كتيره بتجيلنا الولد بيتكلم لغه اكتر من لغه، او يدخل لغتنا المصريه بلغات ثانيه، فنكتشف ان هو طول اليوم قاعد مع المربيه الاجنبيه. تمام، احنا هنكمل معاكي، واكيد شادي عنده حاجه، بس قبل ما شادي ينقل معاكي هنقل لامي. امي وغينا، عايزاكي كده بما انك بتعملي عرايس زي القمر، يعني احنا النهارده بنعمل ميك اب خفيف وبسيط للصبح. طيب انت بتنصحي العروسه بايه قبل فرحها؟ ايه ارشادات تعملها؟ يعني عايزين كده العرايس اللي هتتجوز يا ترى قبل الفرح بقد ايه يعملوا ايه؟ مش اقل من 15 يوم، اهم حاجه عندي تجهيزات تنظيفات البشره. 15 يوم قبل فرحك؟ قبل الفرح اكون مهتمه ببشرتي جدا. ده بيفرق معاها كتير قوي. يعني قبل الفرح ب 15 يوم اهتمام بالبشره. طيب في ناس بتبدا من قبل كده، بتبدا من قبلها بشهر وشهرين على اساس البشره تبقى صافيه معايا يوم فرحي، انا ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. امي انا شايفه انت ما شاء الله قربتي تخلصي نوران، فاحنا هنتكلم براحتنا بقى، مش هقول لك اشتغلي واحنا بنتكلم. يعني طب زي ايه الحاجات اللي تعتني بيها بالبشره يعني؟ والله هي يعني اهم حاجه عندي جلسه تنظيف البشره نفسها. ماسكاتها وسكريباتها وكل حاجه، يعني انا بصفي البشره انا عايزه بشره نقيه صافيه معايا. بس دي اكتر حاجه بتفرق معايا، وبتقابلني في مشاكل كتير في الشغل مع العرايس. تبقى العروسه جايه مثلا وشها يعني مجهد جدا وعايزه تطلع زي القمر، وده بيأثر. يعني انا هحط ماتيريال مهما هحط لازم. لا ده تعجيز يا فندم، مش بيأثر، ده اسمه تعجيز يا فندم. فهي بقاش عندها اصلا الكابلال كده، هي جايه انا عايزه اطلع حلوه ماليش دعوه. بس انت المفروض يعني في خطوات بتمشيها قبل كده عشان توصلي للمرحله اللي انت عاوزاها دي. طيب احنا من الحلقه الجايه امي وعدتنا انها كل حلقه هتدينا 5 دقائق ان شاء الله نصيحه ازاي تهتمي ببشرتك وبنفسك وبوشك عشان لما تيجي تحطي الميك اب يبقى شكلك حلو. امي احنا وعدتينا هنستنى نصايحك من الحلقه الجايه ان شاء الله. هنسيبك تكملي مع نوران الجميله. وغدا ايه الاخبار عندك؟ انا جوعت. انا جاهزه ومستنياكي لما تيجي عشان اقول لكم المقادير بالظبط وهنعمل يعني ايه. شايفه الحلو فحبطش، انا حبطش. عايزه حاجه مسكره لو سمحت. اتفضلي الطبق كله. شادي ايه رايك في الحاجات اللي غدا عاملاها؟ والله هو حاجه جميله كده تفتح النفس على الصبح كده يعني. لا هو المره دي حاجات بسيطه كده عشان تكمله للمره اللي فاتت. مفيش حاجه هتقعد، ما تخافيش ما تقلق، في حاجه هتقعد. بتاعت حلويات المولد النبوي، وان شاء الله المره الجايه بقى نعمل حاجه احسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله. شادي انت على فكره مختار اسئله حلوه لساره وسايبني عادي. عادي هو ده التميز. هو ده التميز. طب ماشي يا شادي اتفضل ورينا هتقول ايه يا فندم. اقول طيب قول. في الامهات والابهات دلوقتي بيستسهلوا يلاقوا الطفل سنه سنه ونص ما اتكلمش، يلا بينا على مركز تخاطب، يلا بينا على عياده مش عارف ايه، بيتجهوا ان هم يروحوا الاخصائي اسهل من ان هم يتفاعلوا معاه. فهل دوت بيبقى ليه مردود؟ يعني مثلا لو قلنا ان الام او الاب ممكن تتفاعل مع الولد اللي هو عنده تاخر في النطق بنسبه قد ايه من اللي هيتفاعل معها المركز؟ او يعني عرفينا كده بتلخيص او ببساطه المراكز بتعمل ايه مع الاطفال، بتتعامل ازاي مع الاطفال اللي هم متاخرين لغويا. قبل ما تردي يا ساره انا عندي تكمله بس السؤال شادي بعد اذنك يا شادي. هل كل المراكز التي تعالج التاخر اللغوي فعلا بتعالج التاخر اللغوي ولا اشتغاله؟ لا طبعا في مراكز كتيره فعلا بتعالجها،
في مراكز طبعا بيلعبوا على مشاعر الامهات خصوصا لو جايه ومخدوده وانا كلمه بقى اللي احنا بنسمعها كتير ده ما قبلش في انترفيو الحضانه او في انترفيو المدرسه حاسسك ان الدنيا اتهدت او دول الولاد بيتريقوا عليه وانا خايفه ابني يدخل في اضطرابات نفسيه لانه بيسمع كلام وش انت بتقول كده ليه انت ما بتتكلمش ليه وانت ما بتقولش الكلمه دي صح ليه فبتلاقي كلهم جايين وده غلط جريم. يا ساره يعني انا مثلا بشوف بعض الامهات تيجي مثلا تقول هقول انا عندي كانت بنتي وهي صغيره ما بتعرفش تقول حرف الخاء فكانت تقول ح فمره التيتشر بتاعتها قعدت تقول لها ايه خ فبنتي راحت قالت لها خ ح برضه فقعدت تكرر معاها فانا قلت لها على فكره هي كده مش هتستجيب يعني لما بتكرري زياده ده بيبقى ضد مش مع يعني التكرار زياده عن اللزوم احنا المفروض نكرر للطفل الكلمه صح كام مره بحد اقصى بحيث ان هو لو ما استجابش نستنى عليه تمام اول حاجه بس عايزين نقول للماما لو سمحتي انت او بابا او حتى ما تسمحيش لحد ان الطفل لما يقول كلمه غلط حد يضحك عليه الله ليه الطفل هيثبتها هيفتكرها عشان احنا لما ضحكنا عززناها بالظبط فهيثبتها حتى لو بقى عنده المقدره اللي هو يقولها صح مش هيقولها صح لان هو فرح لماما كلهم ضحكوا فرح مزبوط. قوي فده غلط طب احنا نعمل ايه في الحاله ديت لو مثلا جده مثلا بيقولها ددو لا ما تضحكش ايه ده انت قصدك تقول جده شاطر برافو عليك هي هنروح فين بقى فنبتدي نعملها له كده عدد التكرار لا احنا مفروض بنكرر معاه لحد ما يتقن الحاجه بس مش في نفس السيشن او في نفس اليوم يعني النهارده اهي هي اول ما قالت خلاص برافو خلصنا كده احنا النهارده بكره هنطولها شويه بعده هندخلها في كلمه اول يعني الحرف في اول الكلمه بعد كده هنخلي الخاء دي في نص الكلمه بعد كده في اخر الكلمه بعدين هنقولها في جمل الله هي مره واحده بس عشان الطفل ما يملش منها هتيجي المره الجايه تقول لها تقول لها بقى انت هتقعدي طول اليوم تقولي لي شفتي يا شادي تبصي تلاقي الطفل علشان هو ما ياخدش كم ما ياخدش كم معلومات فيزهق فلازم يعني اديله قدر بسيط على حسب اللي هو هيستقبله في اليوم او في السيشن التعليمي اللي هي طفل تاخر اللغه احنا الجلسه بتاعتنا بتبقى مليانه حاجات كتير لانه هو بيبقى محتاج حاجات كتير الله فمش بنقعد حاجه واحده واول ما الاقي الطفل بيمل حتى لو ما طلعليش استجابه ممكن انا على الهدف اللي بعده وارجع للهدف دوت في اخر السيشن بحيث اللي هو ما يبقاش مل مني وفقد فعاليته اللي هو لما بقول غلط ما بقولش انا بقول غلط انا بقول غلط فبرجع لحاجه بسرعه انا متاكده اللي هو عارفها عشان اسقف واقول برافو فعليله تاني ثقته بنفسه هو ده اللي احنا بنقوله للامهات يعني احنا بشوف امهات تيجي تقول قول صح قول صح لا مش كده الولد بيعاند فيقوله غلط لما يلاقي ماما بتزعق له ولا هيقول اللي هي بتقول عليه دوت وخصوصا لو عنده سلوك العند كمان طب احنا اكتر احنا في دقيقه كده يا ساره عايزين تقول لنا الحاجات دي ايه ونعمل بيها ايه لان للاسف الوقت الحلو بيجري بسرعه تمام احنا هنقول بسرعه لماما تدريبات هتعملها لتفرقة اخر اللغوي احنا هنشتغل على دوت جهاز النطق والكلام عندنا فك سفلي فك علوي عضله اللسان كل دولت هيبقى محتاجين يتدربوا لو ماما هتشتغل مع الطفل في البيت احنا هنلبس جلافز من ده يا ريت يبقى بلاستيك ما يبقاش التاني لانه بيخافوا منه اللي هو بتاع العمليات هم بيخافوا منه خصوصا لو طفل دخل عمليات قبل كده فبيبقى عارفه فبيخافوا منه بيحافظوا ريحه كده وبيطلع بوده فما يبقاش حلو ده حلو نقعد بقى في الاول نلعب بيه والله مين هيلبس دوت وممكن يلبسه هو واحد وكده ماما تشتغل معي نبتدي تدريبات الفكين اللي احنا هنعمل كده بايديها طبعا برفق كل دوت لحد 20 مره بعد كده ممكن بصوابعها كده هنشتغل على الشفايف بحاجه اسمها التنقيط اللي احنا نفضل نعمله كده لان كل ديت فيها خلايا عصبيه وانا محتاجه انشطها هخليه يفتح بقه ويقفله هاجي عند عضله اللسان عضله اللسان لازم تتدرب كويس قوي لان الطفل ما بيتكلمش في العضله الخامله وانا عايزه انشطها ممكن نشتغل بالخافت ماما طبعا تحط له شوكولاته سايحه هيحبوها جدا وبنحط الخافت الشوكولاته السايحه وبنبتدي نحطها له فوق في سقف حلق في السقف العلوي ونخليه بلسانه يلمس فوق علشان يلا بقى الشوكولاته من فوق فانا كده بدرب اللسان اللي هو يطلع لفوق يعني وبرجع تاني احطه هنا وبرجع يعني تاني احطه هنا بساعد ابني بطريقه حلوه ان انا بجيب له شوكولاته بحاجات بسيطه وبنلعب وانت عسل وايه الجمال ده وانت بطل وطول بقى ما احنا لازم نعمل كده ويا ريت قدام مرايه ساره انت لازم يبقى لنا حلقات كتير طبعا حقيقه لان الوقت احنا في حاجات شايفاها ما لحقناش نعملها للاسف
لكن انا الحقيقه كداليا استفدت جدا من الكلام اللي انت قلتيه. ساره الدقن نورتينا، وايمان ايمي المغربي حقيقه الميك اب تحفه. انا عامله حاجه بسيطه خفيفه كده عشان خاطر النهار برضو، وفي نفس الوقت انا باين شويه. يعني لو انا عندي حاجه خلاص مزنوقه فيها لازم عندي مناسبه بالنهار. فمش هيبقى اكتر من كده. الله، انت حددتي عينيها وعينيها ما شاء الله طلعت واسعه، الروج خفيف وبسيط. عملتي ايه عشان البنت؟ هي اصلا اموره حقيقه، بس احلوت بزياده. ما هو هنا بقى هي الفكره ان انا بظهر جمال الوش، مش بحط شغل وخلاص. لازم كل واحد فينا جواه حاجه حلوه لازم تظهر. ايمان بتشتغل على اظهار جمالك الطبيعي. أيوة. اللي ربنا خلقك بيه. فايمان نورتينا، والحلقه الجايه هتحضر لنا معلومه مفيده. ايمان طبعا زي ما انتم شايفين عامله الميك اب بسيط جدا وسامبل جدا وهادي. يا بنات مش مطلوب منكم اكتر من كده الصبح والله. الله يخليكم. بلاش كده الصبح، بلاش غير كده الصبح. الله يخليكم. بلاش فرشه هنا وفرشه هنا من فضلك. ايمان نورتينا. الله يخليك. ايمان طبعا النهارده بنعلن على الهوا انها نيو الميك اب ارتست للبرنامج، يمكن لوك انا وغدا النهارده جديد مختلف. ميرسي ليكي يا ايمان، واستنونا كل سبت بلوك جميل مع الميك اب ارتست ايمي المغربي. ونورتينا ونورتينا يا نوران، ودايما منورانا. ساره نورتينا وقفتينا وعلمتينا. وفاصل وراجعين، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا في الاستوديو الضيف الجميل نجم المسرح القادم اللي هيكسر الدنيا. تسلمي يا رب. محمد ياسر. تسلمي، نورتينا. انتوا منورين والله. محمد احنا في مفاجاه مش عايزين نحرقها، بس شادي نحرقها. طب نقولها؟ هتقول انت ولا اقول انا؟ طب اقول انا. اقول انا وخلاص. محمد طب ياسر. طب غدا اللي تقول. خلاص يا جماعه قول انا طالما انتوا مش قول انت خلاص بقى. لا قول انت. لا قول انت. محمد ياسر هو رئيس تحرير برنامج 60 دقيقه حياه، وبالصدفه نكتشف ان الاستاذ فنان وممثل مش بيقول ينفع كده بالصدفه. كده قدامي تحرجني بقى، كدبني بقى. في البدايه محمد انا برحب بيك طبعا، انت منور الاستوديو كله. انا حابب بس كده اعرف البدايه كانت ايه، يعني انت راجل رئيس تحرير وفجأة اكتشفنا ان انت راجل ممثل مسرح، فعايزين نعرف التشينج الغريب دوت. الاثنين كانوا مع بعض، بس طبعا البدايه الاول كان اعداد. وانا حابب المسرح من بدري، فابتديت ان انا اشتغل على نفسي، وربنا كرمني عرضت مسرحيه كانت حلوه. اسمها ايه؟ صباحيه مش مباركه. يا ساتر يا رب. صباحيه مش مباركه. بس الكلام كان واخدين بالكم الاسم يا جماعه. صباحيه مش مباركه. محمد طبعا انت رئيس تحرير ناجح جدا. تسلم. والحقيقه السهل الممتنع. اخبار خططك المستقبليه ايه في التمثيل بقى كفنان مسرح؟ على فكره محمد مذيع كمان، منافس. محمد بيقدم برامج ومنافس. بس انا شفتك كنت بتقدم البرامج، برنامج بتاعك كان دمك خفيف جدا. تسلمي. وبنفس القدر شفت لك لقطه من المسرحيه كانت حلوه جدا. انت ايه يا عم، سبع صنايع ولا ايه؟ ما تقول لنا بالظبط. على فكره اخر مسرحيه كنت طالع فيها مذيع برضه. ما انا عارفه نفس مجالي. ما انا عارفه حضرتك منافس. لا طبعا. ايه خطتك الجايه للمسرح ان شاء الله؟ ان شاء الله تلفزيون. تلفزيون باذن الله. يعني ممكن نشوفك على شاشات التلفزيون في رمضان الجاي ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه. كنت لسه ان شاء الله اشتغل على نفسي شويه. رمضان 2020. 2020 محمد. لا لا
هيلحق 2020؟ لا, لا ما هو رمضان 2020 شهر 4. مش هيلحق. مش هتلحق. لا مش هلحق. شادي انا كنت عايزه اغش السؤال بتاعه واقوله بس مش حرام. لا 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 خالص. محمد دلوقتي البدايه مثلا كانت من امتى يعني اللي شجعك وقال لك برافو انت بتمثل حلو دوس؟ انا بدات في المدرسه وقعدت فتره كبيره ما اشتغلتش على نفسي. في حد من زمايلي شغال مسرح قال لي ما تيجي معايا. ابتديت بروفات, اشتغلت على البروفات كويس جدا. عرضت طبعا اول مسرحيه, طبعا كان في جمهور كتير, رابع المسرح بس بتبقى حاجه حلوه. جمهور قصادك, لو انت غلطت غلطه ممكن الجمهور يعلق, ممكن ما تعرفش تكمل, ممكن ترتبك. طبعا ما كانش فيه الكلام ده الحمد لله. والمسرح انت حاجه حبيبها فلازم تأدي فيه. المسرح زي الهوا كده واحنا قدام حضراتكم, الكلمه اللي بتخرج ما بترجعش. بس خلاص ما بترجعش. ده حقيقه. محمد ايه رايك كده انا وانت وشادي نروح نكبس على الشيف غاده وناكل الحاجات اللي هي عاملاها؟ هي الريحه طالعه بصراحه, وانا من ساعه ما دخلت غاده احنا هناخد فاصل وهنجيلك هنقضي على اللي قدامك ده. فاصل وراجعين, استنونا مع الشيف غاده عشان ناكل الاكل اللي هي عاملاه. صباحكم سعاده. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الفقره اللي كلنا بنستناها في الاستوديو, فقره الشيف غاده. صباحك سعاده. صباحك سعاده. غاده انت عامله لنا النهارده حاجات حلوه قوي. انا عامله قشطه, واللي هناك دي جوزيه الحمام او بيسموها جوزيه الهند او بيسموها الحمام او اللذيذه البيضة. الله, دي بجوز الهند والزبيب. بصي يا ستي بقى انا عملت ايه. الاول حاجه عايزه اقول لكم مقادير القشطه. القشطه كوبايه القشطه كوبايه سكر ونص كوبايه عسل جلوكوز ومعاها ربع كوبايه ميه. المقادير معانا على الشاشه, هتطلع على الشاشه لكل اللي بيتابعونا. يا غاده ايوه. بحط رشه ملح وبحط 3 معالق كبيره جيلاتين ممسوحه وبدوبهم الجيلاتين, بدوبه واسيبه لوحده بيتخن شويه. اروح حاطه بقى عليه العسل وهو سخن. الله. وبالمضرب الكهربائي افضل اضرب اضرب, ما بيبقاش اللون ده, بيبقى لونه مصفر لحد ما يوصل اللون الابيض ده. يعني انت بتفضلي تضربي لغايه لما تبقى لونها ابيض كده؟ انا الجيلاتين 3 معالق جيلاتين ببقى حطاهم في البوله بتاعتي. بسيبهم شويه بيتخن الجيلاتين, بيتخن. اكون انا حطيت كوبايه السكر ونص كوبايه عسل جلوكوز معاهم رشه ملح معاهم ربع كوبايه ميه واروح حطهم عليهم معاهم بقى ايه معلقه كبيره ميه ورد. طب الاحمر والاخضر ده ايه يا شيف؟ دي فواكه مجففه مسكره بتتجاب من عند الناس اللي بيبيعوا الحلويات. الحلويات حفظت. القشطه سهله جدا وطعمها بس اكل انا زي دلوقتي على الهواء. لا مش هتنفع, بتلزق. مش هتنفع, بتلزق. شادي نيجي بقى نعمل مع بعض جوزيه الهند. لا جميله جميله. او الحمام. بروح جايبه هنا عندي معلقتين ميه, حطيت عليهم نص كوبايه سكر وتلت كوبايه عسل جلوكوز. زي ما اتفقنا من الحلقه اللي فاتت ان حلاوه المولد او اي حلويات من النوع ده لازم العسل لازم الجلوكوز. لازم على الجلوكوز. فاحنا حطينا البطرمان ب 10 جنيه. ايوه كده. حطينا نص كوبايه سكر معاهم تلت كوبايه عسل جلوكوز معاهم معلقتين ميه على النار, قعدت اقلب فيهم لحد ما تقل شويه زي ما انت شايفه كده, ورحت حاطه ايه الفانيليا بقى عشان تخلي واهم طيب. حاجه ان العسل يقطع, ما يكونش بيموت. لا الحمام ده, الحمام دي اللي بيسموها جوزيه الهند دي بقى مختلفه. بيبقى الشربات خفيف, ما بسيبهوش لانها لو كده هتبقى ناشفه قوي.
والمقادير هتنزل بتاعه جزئيه الهند على الشاشه دلوقتي. احط عليهم بقى معلقتين وربع جوز هند. لا كوبايتين وربع جوز هند. كنت هوريكي معلقتين دول فيهم بركه قوي يا شيف والله. معلقتين مبروكين والله. كوبايتين وربع جوز هند معاهم تلت كوبايه زبيب. طب انا قلت لك ما بحبش الزبيب. انا بحبه. اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ واقلب كويس قوي قوي قوي. ايه رايك في الكلام ده يا محمد؟ طبعا الريحه طالعه، انا مستني الاكل. الله، ريحه جوز الهند تحفه، ولما اتحطت على النار كمان الريحه اروح مقلبها بسرعه قوي. طبعا زي ما قلت لك اهم حاجه بقى في الحاجات دي السرعه جدا، وخدوا بالكم من اللسعات عشان بتبقى جامده جدا. طب اقول لك على حاجه يا شيف غدا. اتفضلي. انا بحب لسعه جوز الهند والله. لا اللسعات بتاعت الايد. لا بتاعت الايد. تدعي جوز الهند لو سمحتي. والله هو اللي احلى من جوز الهند السؤال اللي انا عايز اقوله لمحمد دلوقتي. خلي بالك انا عدد انت عددهم؟ ما انا هاخدهم وانا ماشي بقى، ما تعشمش في حاجه يعني. محمد انت شغال على نفسك اليومين دول، وده بجنب شغلك انت في المجال الاعداد. فانت الجانب الاكاديمي عندك اخباره ايه في التمثيل؟ تمام. طبعا انا بشكر المخرج عادل عصام، وبشكر برضك المخرج ياسر. وطبعا بتمنى الشفاء العاجل للاستاذ مدبولي عثمان، دوت استاذي وهو اللي معلمني يعني ايه اعداد. ده انا رئيس تحرير الجمهوريه. ربنا يا رب يشفيه يا رب ويقوم بالسلامه. التمثيل انا بقى بشتغل على نفسي كتير، ومعايا طبعا المخرجين وهم بيوجهوني في الصح، وانا بشتغل على نفسي. انت في خططك ان انت تخش ورشه عمل للتمثيل؟ طبعا. ولا الوقت احنا مطلعين عينك يا عيني الساعه 1 بالليل و2 بالليل يا ياسر هنقول ايه يا ياسر السكريبت؟ لا طبعا ان شاء الله في الخطط ان انا في الخطط ان شاء الله. حابب تبقى جامد كده امتى ان شاء الله كده نشوفك زي محمد رمضان؟ يعني نفسك تبقى زي محمد رمضان كده وبتغني طبعاً وبتمثل وبتكتب طبعا محمد رمضان نجم 60 70 حاجه في بعض يعني. احنا الوقت بيعدي. يا غدا انا بحطها في الصينيه اهي. وبعد كده بحطها تبرد، اسيبها تبرد خالص في الثلاجه، واروح بعد كده ابتدي اقطعها. احنا ممكن بس الكاميرا تجيب لنا، لان احنا الوقت يا غدا بيعدي هوا. ايوه الوقت الحلو دايما بيجري بسرعه هي بتبقى كده بحطها في الثلاجه وخلاص، مفيش اسهل من كده. ونقطعها زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. انا مقطعها وحطها في اكياس عشان بس وطعمها حلو قوي كده. ايوه جدا. انا عددهم الا واحده. كنا معاكم النهارده في حلقه جديده ومميزه من برنامجنا 60 دقيقه حياه. بنشكر اداره القناه على الديكورات الجديده وعلى اللوك الجديد للاستوديو. بنشكر كل فريق العمل اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا. بشكر زميلي شادي دكتور شادي. لا 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 محمد عصام نورتنا. غدا عايزه تقولي محمد ياسر. محمد ياسر محمد رمضان بقى. عايزه اقول استنونا في حلقه جديده ان شاء الله وبرنامج 60 دقيقه حياه. شادي مجدي، غدا عادل، داليا غازي، ورئيس التحرير محمد ياسر وباقي فريق العمل. مساكم سعاده.